السلام عليكم ورحمة الله. هذا فيديو بسيط مختصر يشرح طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع إذا كان في وطنه أو إذا كان مختلف. تعريف أساسي: الوطن هو المكان الذي أنت نشأت فيه وليس الذي أنت تمتلك هويته. كويس، هذا تعريف مبدئي. طيب، أول شيء بالنسبة لي شخص نشأ في مكان وبعدين هاجر إلى مكان آخر بدون النظر إلى المسببات والأسباب. كويس؟ الشيء اللي عندها تفتقده دائما الهوية، وأنا هشرح هذا الكلام بس أنا لا أحب الوطن. الحاجة اللي أنت تكتسبها هي تكون مادية، مال، شيء معين، سمعة اكتسبتها، كلها تكون مادية، كلها تكون مادية تذهب بخروجك من المشهد. بالنسبة للشخص اللي في وطنه هو يكتسب مال زائد قيمة، كويس؟ يعني زائد هنا عشان تكون مادية. عندك مال زائد الهوية زائد المكان، كويس؟ القيمة ايش المقصود فيها؟ القيمة مثلا على المستوى المهني انت تقول ليش فلان مسمينه النجار، ليش فلان مسمينه هذا، هذه قيمة، قيمة اجتماعية، كل بيعرف ان فلان هو بتاع السيارات فلان، هذه قيمة اجتماعية، هذه ما تجي بشهر وشهر، هذه بسنين ممكن المهنة تكون متواضعة. كويس؟ هذه قيمة، بالتالي لهم الناس دي لهم مكان. لهم مكان ليش؟ في المكان اللي هم أسسوا القيمة. تسأل الناس مين الفنان حقهم؟ حيقول لك والله من الفزوجات أنا فلان. كويس؟ طيب، نيجي نفصل الموضوع. طبعاً أنا ما أحب أشرح بشكل يكون صعب إن الواحد يفهمها، بس أنا هشرح لك بطريقة تكون سهلة إنك أنت تصعب. هشرح لك على ضوء الرياضة. كويس؟ هنا الرياضة، خلينا ناخد لعبتين، نقول الرياضة الأولى هي كرة القدم، الرياضة الثانية هي كرة السلة. ناخد اثنين من الناس الممتازين، ناخد محمد صلاح مثلا في الكورة، وناخد مثلا جوردن. كويس؟ بالنسبة للسلة ما أعرف اللعيبة الحديثة من اسمها، بس أفتكر جوردن. كويس؟ ناخد جوردن. كويس؟ الآن جوردن هو مثلا عايش في أمريكا. خلاص، خلينا نقول هنا مثلا بلاش نقول جوردن عايش في مكان الناس يلعبوا كورة، يلعبوا سلة. جوردن هذا لما يجي هنا يلعب سلة في بلد الكل يلعب فيه كورة، كويس؟ جوردن هيجي على أساس إيه؟ على أساس إنه هو إنسان رياضي. تمام؟ طيب، الإنسان الرياضي هذا إيش يلعب؟ يلعب سلة. كويس؟ لما الحين يلعب سلة هو حيحقق مكاسب ومدخول وإلى آخره. تمام؟ لكن حيفقد الهوية. كيف حيفقد الهوية هذه؟ حيفقدها لأنه لما حيجي هنا أول حاجة ما في ملاعب سلة، ما في أندية متخصصة في السلة، الجماهير كلها تشجع الكورة، بالتالي هو بدل ما حيمسك الكورة حيشوفها وحيبدأ يلعب كورة. هو عنده اللياقة، عنده اللياقة البدنية، عنده الخبرة في اللعب، لكن لا يلعب كورة ويلعب سلة. كويس؟ ف
فطول ما هو هنا لو جينا على الكوره تمام، كل الناس الموجودين في ملعب الحكام هذا الفاول حيتغير، الانظمه نظام اللعب حيتغير، كله هو مضطر لازم يمشي لازم يتماشى مع الوضع الجديد كويس؟ وبالتالي هنا حيكون الاستنزاف بالنسبه له مش ما حيكون بس في المهنه، حيكون برضه في المحيط، لأنه هو دحين في محيط ناس تلعب كوره تمام، هو لاعب سله، وبالتالي كل شيء حيكون معاه حيتغير، لو مسك الكوره خالص هو عنده وضع طبيعي انه هو يمسك الكوره بس فينا خاوي خلاص، فبالتالي هو الوضع حيكون بالشكل هذا، حيفقد قويه اللي هو كان لاعب سله حيفقدها بالتدريج، لا تمسك الكوره بس هو حيكسر المال، ممكن لو صار لاعب كويس ممكن لو حطوه حارس وقدر اصلا يمسك الكوره بسرعه حطوه حارس حيصير حيكون حارس ممتاز، حتى حيجيب حركات جديده من الخبره اللي اكتسبها كره السله شايف، بس حيفقد هويته كلاعب ايه لاعب سله، محيطه اللي هناك يجي يقول لهم والله اليوم دوري الثمانية ويقول لهم شوفوا في مباراة كورة ما يفهم الكورة أصلا، حيقول لهم جبت الكاس، كاس إيش؟ كاس مثلا كاس العالم، كاس العالم ما يتابعوا أصلا، ما يتابعوا الكورة، هنا بيسموا يتابعوا أصلا، هنا بيتابعوا أصلا، بيتابعوا الكورة أصلا، فبالتالي ممكن هو جلس هنا 10 سنين ممكن يحقق كأس العالم البلد اللي هو عايش فيه، يعني هو مثلا زي كأس العالم الأخير في فرنسا، افترض انه جوردن كان مع الشباب اللي نجحوا في الإنجاز ورجع لمكانه وهم يلعبوا سلة حتى كأس العالم، كأس العالم في ايش؟ كرة القدم، احنا ما نلعب كرة القدم بكل بساطة. طيب أبناءه اللي هم عايشين بيلعبوا كورة، طيب لو جو هنا حيضطروا يتعلموا سلة، طيب حتى لو كانوا لاعبين كويسين، حتى لو كانوا لاعبين كويسين حيرجعوا يلعبوا سلة، طيب هل مفيد إن هم يتعلموا سلة؟ مفيد للبلد اللي هم فيه، لكن غير مفيد للبلد اللي هم حيرجعوا لهم كويس؟ فأظن هو بتعمل فيه هذا الشيء تمام؟ أنت كجوردن لو ما لعبت كورة يعني توليت في موضوع السلة أنت محيطك كله كورة، ولو لعبت فيه ممكن تخطب، إذا ما لعبت فيه خلاص أبنائك حيلعبوا كورة أكيد، لكن أنت هتكون بره كويس، ما حتقدر تصير قدوة، ما حيكون عندك مكانة ولا حيكون عندك قيمة، أنت ممكن تكتسب المال وممكن تكتسب الهوية فقط، عفوا تفقد، أنت تفقد الهوية في الواقع كويس، وإذا اكتسبت الهوية حق البلد هذيك هذاك أنت لما تصير لاعب اللعبة ما هي لعبة أصيلة يعني. بالتالي انت هنا مهما كسبت انت خسران، مهما كسبت حتى لو كسبت مكسب كان فلكي انت بتعتلى لعبه غير نيجي للوضع الطبيعي كان ممكن هنا خلينا نقول هذا بلد فقير ما عنده شيء كويس، ناس يلعبوا حتى مش في دوالي ولا في فخمة في الحرب، هنا القيمة سابقة ممكن تزيد بس ما تنقص وتنقيصها صعبة،
الجزء صعب انك ترد في موقف واحد هنا في موقف واحد هنا لا هنا حتى لو يعني كان في محاولات يتم قضاء قيمة شخصية معينة الناس كلهم يعرفون كويس أما هنا يروح كذا كويس المكان الركوب مكتسب للمؤمنين وتكون ساعته ما نحن نغير أستاذ فلان أستاذ فلان خلاص معروف بس هناك لا هناك مو معروف هناك معروف يختلف يكون من سحب منه بالصرف زي سحب المسيح بس هنا خلاص مكان كويس هنا انت عندك مكتسبات مين اللي ياخذ مكتسبات هذه؟ الشخص هنا بيلعب على طول هو تربى يلعب سلة حيلعب سلة تعالوا نلعب عشان ايه؟ عشان ننبسط هنا نلعب عشان نتعلم عشان نشتغل يختلف هنا حتى نحسن شيء تربيت عليه حتكمل ما راح تتعامل بشكل كذا ما راح تواجه مشكلة تتعامل مع ناس ما تفهمهم وهم ما راح يفهموك وعيالك ما يفهموك وانت ما تفهمهم يعني دي صعوبة اما هنا فحتى ولدك انت عارف كيف تتعامل معاه لانه هو حيعيش نفس شباب بنفس التفاصيل ما في شيء اللي تغير ممكن اشياء كماليه لكن الاشياء الاساسيه والثقافه والروح هي نفسها فيكون نفس الاكسبيرينس نفس التجربه كويس ثالثا القيمه والمكانه تكون مفهومه خلينا ناخذ مثال عمل هذا الموضوع اذا اخذنا مثلا احسن لاعب في كره السله مين هو جوردن مثلا مثال وناخذ اسوأ لاعب في كرة السلة اسوأ لاعب في كرة السلة هنا هو عنده خيارات عنده فرق كثيرة يمكن يقدر يلعب فيها عنده في الحارة يروح يلعب فيه يلعب في الحارة في الحارة هو معروف انه هو لاعب في المكان اللي هو موجود فيه يعرف يلعب لو هو طفشان حيروح يلعب يعني حيحصل حتى ناس يلعب معاهم ولو حتى كبر حيدرب العيال كيف يلعب هو هنا ملك حتى لو كان فقير هو ملك تعال نجي العكس وهنا من جوردن لحد اخر لاعب هو عايش اذا ما كان اضاف لنفسه اذا ما كان اشتغل وصار لاعب متميز حيكون لاعب عادي عادي في محيط الكل يلعب فيه سنة خلاص نيجي هنا ناخذ العكس تمام اذا كان لاعب من الناس في السلم وراح على ناس تلعب كوره تمام عنده حمل اثنين يا اما يكون لاعب متوسط مستحيل يكون هذا لاعب لاعب ممتاز لأنه هو يفتقد الخبرة كويس؟ يفتقد المعرفة والخبرة لازم يكتسب هذه الأشياء وما راح يكتسبها زي الشخص اللي نشأ هو يلعب تمام؟ فهو عنده يا إما حيكون لاعب متوسط لاعب عادي أو متوسط في أحسن الأحوال يا إما إنه حينزل مستواه لمستوى دون العادة دون الطبيعي ومن الطبيعي إذا أنت تكون في بلد يتكلم لغة ألمانية الطبيعي أن أنت تكون عمرك 15 سنة تتكلم ألماني كله لكن هو عشان يوصل للألماني هو لو عربي شيء 3-5 سنين ما راح يكون باللكنة نفسها ما راح يكون باللكنة نفسها فبالتالي هنا في أحسن أحواله بيكون شخص عادي شخص يبص لكن في أسوأ أحواله بيكون إيش شخص مدون العادة حتى إذا كان مدون العادة هنا يساوي أفضل حاجة هنا
تمام؟ لكن انا ما راح اجي مع الدين حتجيب المال والهويه او حتجيب المال وتسقط الهويه، لكن ما راح تجيب لك القيمه والمكانه اللي تكون موجود فيه. تمام؟ كويس. ف نقفل الموضوع باختصار شديد. مكسب الحقول ضمان صار في هوية في وضع مكسبة القيمة، تمام؟ فصارت في مكانة بدل ما صرت لاعب درجة أولى صرت لاعب درجة ثانية، بس برضه بتلعب مسلم نفس الشيء ما اختلف، بس كل الناس هنا بيلعبوا مسلم. كويس؟ هنا في الغربة مش مكان نزول الهوية تختفي، حطوه ما حد عارف انت فين، ما حد عارف عن اي شيء ولا انت تلعب كوره تلعب سله في مكان اهتماماتهم كوره، تمام؟ فما راح يمشي الموضوع زي ما انت تكون متوقع، والصدمات حتجيك بتدريج خفيف فاشل 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 الى مرحله الصدمات تكون عنيفه، تمام؟ وبالتالي قبل ما تدخل مغامره انت عارف حسبتها صح، انا حبيت اعرفك على الحاجه هذه لاني انا شفتها تكررت اكثر من مره في اكثر من مناسبه. هنا ما راح تكسب لا مكانه ولا قيمه، هنا حتى وان فقدت المال يكون قيمه. أمثلة بسيطة كمان عن القيمة، لو نطلع الكورة شوية حتى تعريف الناس للجمال، تعريف الناس للكرم، تعريف الناس للشهامة يختلف من مكان لمكان، يختلف الجمال في بلد غير في بلد، كويس؟ والقبح في بلد غير في بلد، كويس؟ انت ممكن انت تكوني جميل، تمام؟ لكن المكان اللي انت بتعيشي فيه هو مكان غير الجمال في البشره، تمام؟ فالبشره صغيره ما راح تغير، ممكن المكان اللي هو بتروح تعيش فيه ممكن يغيرون الجمال في الشعر هو يكون مستشفى، يعني الكشة والعكس صحيح، اللي يصلح هنا ما يصلح هنا، ويصلح هنا ما يصلح هنا، تمام؟ هذا أخطر في الكلام، وأنت حر تختار اللي تتقبله، ولكن لا تلوم غيرك شيء في قرار انت تتخذه، تمام؟ اتخذ قرارك بشكل كويس لانه ربنا يعني النهاية هيحاسبك قبل ما اي احد تاني يحاسبك، ربك يحاسبك هو واحد، كويس؟ ما في احد مسؤول عنك الا انت، وبالتالي انت اختار لا تلوم احد.